ملك اليقطين نائم. إذا كنت تود رؤية هذا النبات الملكي، عليك سحق أكياس ثمراته. يشاع أن ساحرة اليقطين تمتلك جوهرة التنين. إذا كنت تملك طلسم الساحرة، ستتمكن من استدعاء هذه الساحرة اللطيفة. ساحرة اليقطين، أنا أعد أماً لكل اليقطين.
والرعاية للفاكهة الصغيرة منذ لحظة ظهورهم فوق التربة لأول مرة إلى أن تقطع رؤوسهم ويؤكلوا. وانظر كيف يردون الجميل لي، يرقدون بالجوار ويتسببون في الأذى. هذا اليقطين الكبير البشع له تأثير سيء على النباتات الصغيرة. إن لم تنته درسا في الأخلاق، قد أمنحك هدية رائعة.
انظر إلى حالك وأنت تركض بهذه العظام يا فورتيسك. يا لك من ميت عصب. أنا ريفن هوفز، آخر أمراء القناطير. لم أركض على الأرض منذ ما يزيد عن 10,000. أسدي نفسك معروفا يا فورتيسكيو، وخذ قوسي الطويل. سيكون أقوى من أي قوس مستعرض، كما أنه يتيح خيار السهام النارية. هو حقا سلاح يليق ب... تهانينا، لست من سلالتي أيها السيد المستجد، إلا أنه ما زال هناك من أمل لك بعد. القرويون المساكين، يستحوذ الزعيم عليهم. عليه ألا يؤذيهم، إنهم يسعون للحصول على غرض ذي قوة عظيمة. كان يوجد صليب ذات مرة هنا، ولكن العمدة أزاله. أعثر على بديل وشاهد كيف ستبدو الكنيسة بحق. Oh,
مفتاح رون يطفو عاليا بسبب تدفق مياه النافورة، ربما ستضطر لتنتظر حتى تجف. مفتاح رون تاريخ جالومير المجلد الأول. أثناء الأوقات المظلمة لجالومير والتي ليست في الماضي البعيد، كان الملك بيرغرين هو من أوقف زارك مستحضر الأرواح وأحبط خطته لاستعباد الأرض. كان زارك ساحر الملك ولم يعد مفضلا لدى الحاكم لقيامه بتجارب غريبة على أجسام الموتى. كان يقال إنه في أعماق قصر بيرغرين الموتى لم يكونوا مرتاحين. قال الملك بيرغرين بينما نفى زاروك من القلعة: يجب أن يتم تقدير الموتى وليس إبقاءهم ليكونوا لعبة في يد الكيميائيين. تم طرد كل الأحياء الموتى التابعين لزاروك وتدميرهم. كان زاروك شخصا غير مسامح، لذا اختبأ وأقسم بأن ينتقم من الملك. تاريخ جالومير المجلد الثاني. انتشرت شائعات حول أعمال سيئة وأفعال شريرة عبر أراضي جالومير. كان يقال إن زاروك قد استعان بشياطين الظل ليبني قلعة هائلة، وتحت جنح الليل نزل جيش ظلام زاروك من السماء. اتجه الجيش جنوبا خلال الجبال الفضية وعبر الغابة الفضية، وبعد ذلك بقليل حتى أراضي اليقطين أصبحت ملكاً لزاروك. استغاث أهالي قرية جالو: أنقذنا أيها الملك بيرغرين الطيب. كان القصاص سريعاً وعنيفاً. قامت قوات الملك بيرغرين والتي يقودها السير فورتسك بإخراج جيش زاروك من قرية جالو. كان هناك الكثير من البهجة، ولكن الحرب لم تنتهي بعد. تاريخ جالومير المجلد الثالث. أثارت الأخبار التي تفيد بأن جيش زاروك سيطر على أراضي الفيضانات القلق. من هذا الموقع يمكنه التوجه غرباً والسيطرة على الغابة المسحورة. قد يشكل هذا المكان خسارة فادحة إن وقع في أيدي ساحر شرير. كان سير دان فورتسك هو من قاد قوات الملك مرة أخرى ليخلص الأرض من الشيطان، لكن الساحر الشرير كان ذكياً ونصب فخاً. تلا ذلك معركة هائلة لم يسبق أن رأى التاريخ مثلها. يقال إن النصر كان سيكون حليف زاروك لولا مهارة وبسالة رجل واحد، فورتسك، الذي قاد الاندفاع نحو الجنود العديدة من الموتى الأحياء، وقضى على حارس زاروك الشخصي اللورد كاردوك. ثم قبل أن يرضخ بسبب جروحه القاتلة، ذبح الساحر الخائن بضربة عظيمة من سيفه. تاريخ جالومير المجلد الرابع. تم تدمير قوات الشر، ولكن الثمن كان باهظاً. لم يعد من تلك الساحة إلا قلة من قوات الملك. خسرت جالومير جيلاً كاملاً من الشباب اليافع ذلك اليوم، منهم تيم الماهر، رامي السهام الأسطوري، وذراع فورتسك اليمنى.
والذي سقط تحت أول وابل من السهام لم يعثر قط على جسد زاروك، ولكن حتى لو كان يقع في قبر مجهول فلن يحزن عليه أي أحد في جالومير. كانت شياطين الظل التي كانت تحت يد زاروك مخلوقات غير طبيعية لم تنتمي لعالم البشر الفانين. أعلن الملك أنه يجب طردهم مدفونين تحت أرض الأرض المسحورة النقية. دفنت الشياطين عميقا تحت الأرض محبوسين داخل صندوق منيع من تصميم الملك. كان قبرهم مقفلا بجهاز سحري عرف بعدها بما يسمى بقطعة الظل الأثرية. دليل السياح لجالومير الجزء الأول. أرض جالومير هي أرض عجيبة مليئة بالمعالم والمغامرات الساحرة. إن كنت تبحث عن الجمال فتفقد بالتأكيد معالم الغابة المسحورة. تسلق المرتفعات وشاهد أعشاش طيور التنانين العملاقة. ابحث عن النباتات الغريبة والرائعة. سيدهشك منظر ضفادع التنين الصغيرة وهي تسبح في برك نقية للغاية. لما لا تتنزه عبر قرية اليقطين؟ اليقطين هو الطبق المفضل في جالومير، والقرية الآن تعج بالنباتات الصغيرة التي تنتظر أن تحصد. دليل السياح لجالومير الجزء الثاني. إن كنت تبحث عن الغموض إذن على المغامر المحنك السفر إلى أنقاض قلعة الملك بيرغرين. أجل، إنه الحصن الذي كان يحكمه الملك بيرغرين الأسطوري. يقال إن تاج الملك فقد في السراديب أسفل القلعة، وإن شبح الوصي بنفسه يسكن هذه الممرات الحجرية الباردة. مخيف. لما لا تعبر المستنقعات وتبحث عن مدينة ميلوميد الأسطورية؟ يقال إن الكيمياء الغامضة الخيالية كانت في هذا المكان، ولكن مر وقت طويل منذ أن امتصتها المستنقعات المظلمة. لربما يوجد كنز عظيم في انتظار أي مغامر يمكنه تحديد مكان وجودها المائي. أبطال من التاريخ، نظرة على الماضي. الفصل الأول. وبالإضافة إلى كونه أقوى رجل في التاريخ، كان ستانير كاسر الحديد لا يضاهى في مهارته كحداد. سعادته سواء كان يدق على سندانه في المنزل أو يدق عنق أحدهم في المعركة. يقال إن خوفه الوحيد كان أن تندثر الحدادة في القرية بسبب التركيز على الصناعة لصالح وحدات مركزية مثلاً. الفصل الثاني. ولد كفلاح متواضع لإحدى العشائر البدوية من الأراضي الشرقية. جمع بلاد موناث حاصد الرؤوس جيشا من الرجال الأحصنة واجتاح نصف العالم المتحضر. عندما مات أثناء محاولته لهجوم بمفرده على ثكنة في الشمال بينما كان متسلحا بالحربة التي في خوذته فحسب، كان أغنى وأقوى فلاح عصره. الفصل الثالث. أمضى كارل سترينغارد طفولته محاصراً في قلعة عائلته. كان شعار سترينغارد وبحوزته درعه السحرية المنيعة أفضل طريقة للهجوم هي الدفاع. للأسف لم تتمكن درعه من حمايته من عاداته الغذائية، ومات أثناء وليمة بعد المعركة بينما كان يبتلع قطعة نقانق كبيرة فشل في مضغها. الفصل الرابع. بطل الأبطال بحق، وودن الجبار، كان جسوراً ومخلصاً وعنيداً لا يضاهى في القتال. بث الرعب في قلوب الأصدقاء والأعداء، ناهيك عن أفراد عائلته وحيواناته الأليفة. الفصل الخامس.
تمرنت منذ ولادتها على كل أنواع القتال. كانت إيمان زي شونغاما الملكة المحاربة لعشيرة من الأمازون. طردت شونغاما الجسورة والجميلة جميع الذكور من منطقتها إلا قلة قليلة أبقتها ليجز أعشاب شعبها. الفصل السادس. ميغوين ستورمبايندر والتي كانت أماً وربة منزل دافعت عن مستوطنتها من الغزاة البربريين بينما كان الرجال غائبين في رحلة صيد. حاربت العديد من الهجمات المكررة مسلحة بمذرات فقط ومرقاق وبيد واحدة تحمل بها طفلها. تقول الأسطورة إن الأسياد أعجبوا بشجاعتها التي لا تقهر وتدخلوا وأضافوا الصواعق إلى ترسانتها. فازت بالمعركة وبحوزتها بعض الصواعق احتياطاً لزوجها عندما عاد أخيراً. الفصل السابع. كان ديرك الراسخ خصماً مهيباً بفضل سيفه السحري واعتقاده الراسخ بأن النساء فقط هن من يدافعن عن أنفسهن، ولكن الرجال تهاجم دائماً. كان صديقاً لكارل سترينغارد ومعاصراً له حتى النهاية. وقعت لسترينغارد الحادثة المأساوية غير المبررة أثناء إبداء الراسخ لرأيه حول درع سترينغارد. الفصل الثامن. منحدراً من أفضل سلالات خيول القناطير الأصيلة، كان ريفن هوفز آخر أمراء قبيلته، معتداً ومتغطرساً، وكان صياداً بارعاً ورياضياً ومبارزاً وعابثاً وراوياً للقصص، وفاز بسباق الخيول 3 مرات. الفصل التاسع. قائد الميليشيات في عهد الملك بيرغرين أصبح السير دانيال فورتسك مشهوراً بعد قتله للساحر المتمرد زاروك، جندي محنك تربى في منزل العائلة المالكة. لم يكن أحد يضاهي قوته. اشتهر بولائه لغالومير. يقال إن العظمة كانت مقدرة دائماً لفورتسك بفكه المربع ونظرته الفولاذية وشعره الأسود الأشعث الكثيف مثل أجنحة الغربان. كانت هيئته هي الهيئة المثالية للأبطال. لمن يهمه الأمر، علي الإسراع لأن رجال زارك سيصلون في غضون ساعة. لقد أخذت الصليب من الكنيسة، فهو مفتاح لمفتاح. استخدمت الصليب لأصنع القالب المرفق ثم دمرته. آمل أن يقع هذا القالب بين أيدي بطل طيب وعادل. توقيع عمدة البلدة.
تمثال نصفي للسيد شانكس مالك رأس القزم. أخفض القاعدة لتنظف التمثال. أسرعوا يا رفاق، حطموا هذا المكان. إن لم نعثر على قطعة الظل الأثرية سيعاقبنا الزعيم زاروك بالتنظيف بعد الشياطين لألف عام. حداد الشهر. أعطى قراؤنا لقب حداد الموسم للعجوز ويل جرين من مدينة جالوز. أنتجت قوالبه الرائعة العديد من البضائع والمنحوتات الحديدية المعقدة والصلبة. يستخدم ويلي أكثر المعادن جودة في عمله، ويشتهر بتماثيله النصفية الرائعة. قال ويلي العجوز ذات مرة: عندما أتحمس وأطلق خواري لن يردعني رادع. يتعلق الأمر كله بالإيقاع، صعوداً وهبوطاً. كانت تلهمني قصص ستانير كاسر الحديد، أعظم حداد على الإطلاق. سيدي وسيدتي العزيزين، عثرت أثناء رحلاتي عبر جالومير على العديد من الأشياء الغريبة والمسحورة، ومع ذلك أكثر شيء بث الرعب في قلبي كان ذاك المتنمر زاروك.
والذي لن يردعه شيء من استعادة هذا العنصر. أخشى أنه يعلم بالفعل من يمتلكه. الخائف عمدة البلدة.
اقبض على عمدة البلدة المستغل الجشع، خذه إلى زنازين المصحة، افحص هذا البدين جيدا، اعثر على قطعة الظل الأثرية، احضر لي شيئا قيما. تذهب وتعود وكأنك لعبة يويو. ربما سيحرص الزعيم على ألا يكون العثور على الأقداح البيضاوية السحرية أمرا يسيرا. السيد فورتيسك، هل عدت إلى ساحة القتال؟ هذا جيد، يسألني الناس ما رأيك بهذا السيف أو هذه الفأس؟ إلا أنني أخبرهم لا، الحرب الحديثة تتعلق بالعلم. ربما عليك أن تأخذ درعي، اتفقنا؟ هي درع سحرية يا سيد فورتيسك، يفضل البعض حيازة سيف سحري بدلا من درع سحرية، لكن دعني أخبرك ما طالما استخدمتها بشكل صحيح فستجعلك هذه الدرع لا تقهر.